The frictional laser مو هو الليزر اللي نحن بالعادة بنسمع فيه عامية، وإنما هو صار بيعالج أشياء كتير خاصة وكتير محددة. حابب تعرف أكثر؟ خلينا نروح نتسمع على الدكتور فضل. استعمالات الفراكشنال ليزر عندنا في قسم الجلدية بنستعمله في كثير من الحالات، أهمها الأكن سكار، التجاعيد السطحية، التصبغات الخفيفة، الجروح العميقة، والجروح اللي تكون الهايبرتروفيك سكار بنسميها. فاستعمالته كثير عندنا في العيادة، لأنه بحسن كثير في طبقات الجلد، بيعمل ريسيرفسنج جميل، بيحفز لنا الكولاجين مثل ما خبرتكم، وبالتالي البشرة تكون عندنا مشدودة وصحية أكثر.